السموذي كمان ممكن ياخد ايس كريم وممكن ما ياخدش، لكن الاساس بتاعه تلج. فاحنا هنا المقادير عندنا نعناع فريش، تلج، خوخ مجمد، ايس كريم فانيليا، وعسل، وادي الخوخ. ونخلي بالنا يا جماعه لو الخلاط بتاعنا ضعيف لازم الحاجه المجمده سواء كانت فاكهه او كانت ايس كريم او كانت تلج تنزل بالتدريج على الخلاط عشان الخلاط ما يتكسرش، عشان ما حدش يبعت لنا يقول لنا الخلاط بتاعي اتكسر، انتوا بتدونا وصفات مش مظبوطه. هو ملوش اي علاقه بالوصفه قد ما له علاقه بقوه الخلاط وابقى انا عارفه استخدمه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاه مجمد جدا، فزي ما انتوا شفتوا انا مش هحط تلج لان حطيت ايس كريم واستخدمت الخوخ مجمد، فانا مش محتاجه اكتر من كده. بس هديله نقطه ميه، مش عشان انا عايزاه خفيف، عشان انا بس عايزاه يلف في الخلاط بسهوله من غير ما يبقى فيه اي خساير في الخلاط. اخر ضربه وخلاص. ممكن تحطوا معاه شويه زبادي بدل الايس كريم اذا مش متوفر، كله هيدي نفس النتيجه وهيبقى حلو جدا. بصوا بقى القوام عامل ازاي بدون استخدام تلج وبدون اي حاجه، في ساعتها بيبقى سموذي زي اللي احنا بنشربه بره في الكافيهات. ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ اذا كان كده اوكي ماشي، افتكرت انا غلطت ولا حاجه. قوي اهلا وسهلا، انا افتكرت انا عكيت ولا حاجه. ده ما شاء الله الاستاذه هدى صوتها طلع اهي، الخير على قدوم الوردين. ظهرتي ان حضرتك دلوقتي ما بتردش عليا. ناخد شويه كريمه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد شريحه خوخ. وطبعا لما بيحبش النعناع ما يحطوش، لكن انا بحب جدا النعناع مع السموذي وبالذات مع الخوخ والحاجات دي، بيديهم طعم فريش كده لطيف قوي. وناخد بس كده خوخ علشان نحطه على الوش يا فريدة. فحاضر هنعيد الحلقة كلها مرة كمان. وادي كده ايه، ورقة من النعناع، شكرا جزيلا. وهاخد العسل، بحب انا انتوا عارفين اعمل الايه، الخيوط بتاعة العسل دي بتدي طعم وبتدي شكل وبتدي لمعه حلوه قوي للوصفه. بس كده.